أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يقول إن الإمام أحمد رحمه الله مجسم، وإن كتاب السنة لعبد الله بن الإمام كتاب تجسيم. هذا أثبتوا عليه محضر وهاتوا التقرير عنه وعطونا اسمه، هذا ما يقر أبد ولا يترك في الجامعة. نعم، لكن أثبتوا عليه محضر بتوقيع شهود أنه قال هذا الكلام، يتخذ معه الإجراء اللازم إن شاء الله. نعم.